وتمام كده. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وسيبنا بقى من الموبايلات، بقى لنا فتره كبيره عاملين موبايلات بقى وحصريات والموبايل الفلاني. ننزل نشوف بقى الاختراعات الجامده جدا اللي معنا في فيديو النهارده. طبعا الناس اللي متابعيني بقى لهم فتره طويله كده، من سنه جربنا منتجات من براند هيتش. براند هيتش هو براند مصري 100% وبيقدم اكسسوارات بكواليتي جباره جدا. البراند ده يعني هو يعني ماسك كده مبدا القيمه مقابل السعر، بيتكمن في خدمات ما بعد البيع، خامات ممتازه جدا، فكره ان هو بيديك المواصفات الحقيقيه اللي هو بيقول لك عليها. كنا جربنا ساعتها الكيبلز او كابلات بتاعه هيتش، والكابلات دي كانت في منها نوع ماجنتيك وكان في كابلات عاديه، وكانت بتقدم خامات ممتازه جدا، كانت بتقدم شحن سريع تقريبا، بيدعموا كل انواع الشحن السريع. ولكن المره دي هنتكلم عن اختراعات جديده، ثلاث اختراعات جداد هيتش بيقدموهم، ودول هنتكلم عنهم في فيديو بتاع النهارده. طبعا قبل ما نبدا الفيديو تنزل تحت الفيديو كده تعمل لايك جميل وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا انزله. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاع اختراعات النهارده. واول اختراع من اختراعاتهم الجديده واللي ابهرني فعلا هو الباور بوستر. الباور بوستر ده هو عباره عن شاحن بيقدم لك شحن بتقنيات سريعه مختلفه، بيقدم لك اوبشنز كتير جدا هنقولها دلوقتي. ولكن انا عارف ان هيتش قدموا الفتره اللي فاتت برضو روس شواحن بتقدم كوالكوم كويك شارج 3 كسرعه شحن للشواحن بتاعتهم، ولكن هنا بقى الموضوع مختلف جدا. هنا انت ما عندكش يو اس بي اي بس، ما عندكش منفذ اليو اس بي اي اللي احنا متعودين عليه العادي بس، لا ده كمان ضايفين لك باور ديليفري يو اس بي سي، وتقدر من خلاله تشحن ماك بوك او تشحن لابتوب بيدعم باور ديليفري، او تشحن من خلاله الموبايلات الجديده اللي بتدعم يو اس بي سي تو يو اس بي سي، كيبل بتاع الشحن او كابل الشحن يو اس بي سي من الناحيتين، فهو بيدعم الموضوع ده وحاجه جباره جدا. بالاضافه ان انت ممكن تستخدم المنفذين دول تشحن موبايلين في نفس الوقت، كل واحد فيهم بقوه 18 واط كوالكوم كويك شارج 3. بالاضافه ان انت لو استخدمت منفذ اليو اس بي تايب سي لوحده هتاخد قدره شحن 27 واط، ف حاجة جامدة جدا، ممكن تشحن من خلاله الماك بوك بسرعة جدا، وده يعتبر شحن سريع برضو، فتجربة ممتازة جدا مع هيتش. والصراحة الخامات نفسها بتاعت الشاحن والماتيريال بقى والتصميم نفسه مريح جدا. فحقيقي مع المميزات دي كلها الباور بوستر ده بيقدم تجربة ممتازة جدا، بجانب ان انا بقالي سنة بستخدم الشاحن القديم بتاعهم او الاصدار الاقدم الباور بوستر ده، وما زال بيقدم معايا نفس القوة زي ما خرجته اول مرة من العلبة بتاعته واستخدمته، زي ما شاحن ما زال بيقدم لي شحن سريع بقدره كوالكوم كويك شارج 3 او بقدره 18 واط. فحقيقي تجربه مميزه جدا. سعر البار بوستر ده على الموقع بتاع هيتش هو 350 جنيه، وشايف ان هو مميز جدا وبيقدم تجربه ممتازه طالما انت هتقدر تستفيد من المميزات اللي بيقدمها لك، فهو بيقدم قيمه ممتازه جدا مقابل السعر بتاعه. الحاجه بقى اللي كنت منتظرها بشكل كبير جدا من هيتش وان هم يعملوا باور بانك. باور بانك بيقدم لك فيتشرز ممتازه، بيجي بسعر كويس، ويقدم لك التوليفه اللي هيتش معودين عليها، وهم عملوا الموضوع ده وهم قدموا لنا الباور بانك مسمينه الباور بريك 10000 ملي امبير. فعشان ما تهوش مني هو باور بانك 10000 ملي امبير، ولكن ايه المميز بقى فيه كباور بانك 10000 ملي امبير من هيتش بقى؟ نحط بقى التركايه بتاعت هيتش. اول حاجه ان هو فيه منفذين يو اس بي اي، يعني تقدر تشحن موبايلين في نفس الوقت بقدره 18 واط، فدي حاجه ممتازه جدا. بالاضافه لان هو في منفذ يو اس بي تايب سي وده باور ديليفري، يعني تقدر تشحن من خلاله الباور بانك وتقدر من خلاله تشحن الموبايلات اللي بتيجي بيو اس بي سي تو يو اس بي سي، فدي حاجه ممتازه جدا. بالاضافه انت ممكن من خلاله برده تشحن اي حاجه بتدعم الباور ديليفري، ودي حاجه جباره. يعني انت عندك كده يو اس بي اي وعندك يو اس بي سي، فكده تمام قوي. لا انت عندك برده مايكرو يو اس بي، وصله القديمه اللي بتقال عليها وصله موبايلات سامسونج ما زالت موجوده هنا على الجنب، تقدر تشحن برضو من خلالها الباور بانك شحن سريع، فتجربه ممتازه جدا. الباور بانك قدم تجربه متميزه خلال الفتره اللي جربتها فيه، وحقيقي بعد تجربتي للمنتجات دي اقدر اقول لكم ان هيتش اتطوروا جدا، اتطوروا لمرحله ثانيه جدا، ومن خلال المرحله دي هم يقدروا ينافسوا المنتجات كتير قوي اللي موجوده في السوق اللي بتيجي باسعار غاليه في نفس الوقت ما بتقدملكش القيمه اللي انت مستنيها. فسعر الباور بانك ده ال 10000 ملي امبير من هيتش هو 350 جنيه، وحقيقي انا شايفه قدم تجربه ممتازه جدا كباور بانك 10000 ملي امبير في كل الفيتشر. وننقل على الاختراع اللي بعد كده، وهو الاختراع اللي مميز بيه هيتش، ومش حاجه جباره جدا ولكن حاجه بسيطه ولكن بتفرق مع المستخدم اللي فاهم فكرتها، وهي الكاميرا كفر من هيتش. هيتش تقريبا هم اول ناس قدموا في مصر الكاميرا كفر ده، وكل فكرته ان هو بدل ما تلزق الستيكر او اللزق العادي او الشكرتون اللي احنا بنحطه على الكاميرا الاماميه عشان ما حدش يقدر يتجسس عليك، تقدر تحط الكاميرا كفر. الكاميرا كفر ده كل فكرته ان هو بيبقى زرار تقدر تفتح
تقفل الكاميرا ومحدش يقدر يتجسس عليك سواء على لابتوب او على موبايل. انا حاطط الاصدار القديم على اللابتوب بتاعي والصراحه ما رضيتش افكه من على اللابتوب، فقلت اجرب الاصدار ده على الموبايل بتاعي، وحقيقي ممتاز جدا فكره وبيقدم لك تجربه كويسه، وهو بيقدم لك خامه ممتازه. واللي اختلف عن الاصدار اللي فات ان هنا الكاميرا كفر ده بقى اخف من الاصدار اللي فات، وبقت خامته بلاستيكيه بالكامل. الاصدار فات كان فيه تقل شويه تحسه تقيل سنه، فهنا لا هنا الدنيا تمام قوي. لو جيت تطلب الكاميرا كفر دلوقتي فسعرها 70 جنيه، والبوكس بيبقى او العلبه بتاعته بتبقى فيها قطعتين، تقدر تستخدم قطعه الفتره اللي انت عايزها، تقدر تستخدم القطعه الثانيه على جهاز تاني، فتجربه كويسه جدا. بس دي كانت كل حاجه في الفيديو بتاع النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لينكات المنتجات اللي احنا اتكلمنا عليها النهارده في الديسكربشن تحت الفيديو، وبرده الفيديو الاول بتاع هيتش لو انت عايز تتفرج عليه، اتكلمنا فيه على منتجات كتير جدا، كابلات وكابلات ميجنات وكابلات عاديه، واتكلمنا على شواحن عربيه وبرده منتجات ثانيه كده، فتقدر تشوفه من الاي لفوق. وطبعا لو لسه ما عملتش لايك فتنزل تعمل لايك جميل تحت الفيديو، وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا هنزله. كان معاكم عبد الرحمن الهواري، اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه.